صراع مصالح أم صراع أولويات؟ تساؤل لم تتضح إجابته بعد حول طبيعة الخلافات الدائرة بين طرفي تحالف ميليشيا الإنقلاب. فدعوة المؤتمر جناح المخلوع صالح أنصاره للنزول إلى ميدان السبعين للاحتفال بالذكرى 35 لتأسيس المؤتمر الشعبي العام فتحت تراشقا إعلاميا بين مؤتمر صالح وجماعة الحوثي. فكرة نزول أنصار المؤتمر الذي تأسس في 24 من أغسطس عام 1982 أثارت اعتراض جماعة الحوثي التي سارعت للقيام بدعوة مماثلة، حيث وجهت أتباعها بإقامة اعتصامات مسلحة على المداخل الرئيسية لصنعاء تحت واجهة التصعيد ضد العدوان. تحديد الحوثي لزمن اعتصاماته بنفس تأريخ احتفال المؤتمر في 24 من أغسطس الجاري عده بعض المراقبين بمثابة بداية لخلافات عنيفة بين الحوثي والمخلوع، لكن آخرين اعتبروه مجرد تبادل أدوار. تسريبات وتصريحات إعلامية لطرفي الانقلاب تفصح عن وجود خلافات عميقة، رغم أن المخلوع صالح أكد في خطاب مسجل على أن الاحتفال بذكرى تأسيس المؤتمر يأتي في سياق دعم جبهة مواجهة العدوان أي التحالف العربي. بتقدير محللين فإن الحوثي قرأ خطاب صالح بعين الريبة، واعتبرت قيادات حوثية أن المؤتمر يقيم فعالياته على حساب أولويات مواجهة العدوان، وأتى اختيار الحوثي لمداخل صنعاء ليدلل بنظر خصومه عن رسالة ضمنية لصالح، حيث إنها ذات المداخل التي اقتحم منها الحوثيون صنعاء قبل 3 سنوات. احتشاد مؤتمري وآخر حوثي لميليشيا واحدة وفي زمن واحد، لكن الغموض الذي يكتنف صنعاء لا يسمح بإجابة حاسمة حول مستقبل العلاقة بين الحوثي وصالح. ومع ذلك تظل الاحتمالات مفتوحة لصراع يمكنه أن يخفي تبادل أدوار أو يتفجر في أي لحظة.